بسم الله يا فندم، بسم الله، الله اكبر. هذه ايدك يا مر، هذه ايدك يا فندم. ولما صرنا 10 سنين ولكم كرمال عيونكم كبرنا الجائزه وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقه فول داون اليكم. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا ببعت للاغ. اغا؟ انت بتعرف اغواتها يا ولد؟ مصطفى الاغا ما بتاع مسابقه الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، مضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني. انت اهبل وريالتك تملطش. هو جلب وموز دوسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل ايه بقى ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدتك في ابنك يا رجاء، يا دي الشيلة ويا دي الحطة، رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق انترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم هيديني فلوس مش شغلي يا حبيبتي. انا اول مرة اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شلة المعاتيه. بالراحة، بيوت الناس ليها حرمة. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته وتترمل يكلمني ولا نص كلمة. يا صالح في ايه؟ خير جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه؟ يا حضرتك خش يا عم، في ايه؟ خش. السلام عليكم، زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابة ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يلا اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايه صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا يا عسل. عايز تضربني؟ جرايه ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. الله خلاص يا صالح. ايه ده؟ خلاص على النبي يا صالح، على النبي يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه صالح، انا بس عايز ضيف برضه. وطي. لا انا اتضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجارة. حاضر حاضر. ايه انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزبالة، روح ارمي. ارميها في الزبالة. خلاص خلاص خلاص، معلش يا صالح. خلاص بقى معلش، خش خش، اجري على الأوضة، اجري على الأوضة. يلا انت اتجننت يا صالح، عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبة يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحة دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زقرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم، البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها، انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقة، قلت هنستلف. عملية استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حرامية يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمة العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده؟ لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عمورة؟ 5 مليون نحطهم وديعة في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنة. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعة نقسمهم علينا بالعدل. أنا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ أنت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وأنا واخد كام؟ 4. يبقى اسمة العدل ولا لأ؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا أنت البنجو بتاع عم مجدف لحسلك دماغك. أنا أسرق بنك؟ يا نهار أسود، يا نهار أسود. أنا أسرق بنك؟ لأ
لا 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 انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. اه ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. اسم الله عليك. بيقول هنسرق. بالراحه بالراحه، ده سوقي، ده اسمها استلاف، عمليه استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغايه بكره، هفكر فيها وانتوا برضه تدوروها في مخكوا كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا، انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت ويجا من مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. ها صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس، خلاص قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى، خلاص كده اتفقنا. ها بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع، صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وتبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي تبلغ عننا؟ لا 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 خلاص بس عندي. بس خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي تبلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. عمرو ايه الاخبار يا عمرو؟ صالح قال لي صوتك، انا مش سامع حاجه خالص. شش، طب وطي صوتك، وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه، سامع نفسي بالعافيه. خلاص اهدى يا عمور يا حبيبي، كلها شويه وننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت، عربيه ابويا راحت، اتطرشت. اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي اهدى يا عموره، اهدى يا حبيبي خلاص معلش. انا على فكره حاسس ان انا هموت هنا. انا هموت هنا. لا يا حبيبي. انا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تيجي نمشي. والنبي نمشي. يعني ايه نمشي يا عمرو؟ احنا جايين رحله يا حبيبي. خلاص كلها شويه وهنتكل على الله ونمشي. خلاص خلاص اهدى. كله بسبب الحيوان ده. قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه بتقولي على صوتك؟ انا اترشت نهائي. لا لا انا اترشت الاول، كنت بسمع تشرش دلوقتي مش بسمع تماما. يا سيدي لا، ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا 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 من غير ضرب، من غير يا جدعان. ما يا جدعان احنا فين يا عم؟ عمرو بقى مش وقت. انت هو مكانك فين؟ بتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا كنا جايين نسرق البنك. مين حضراتكم؟ بصرة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زبله يا ابني. خلاص بقول لك حراميه. ايه انت مالكش دعوه بيا؟ اثبت شهادة انت وهو. اللي هيتحرك مكانه هفجر نافوخه. ليه ليه يا حبيبي؟ هو اذى يا ابني. اقول لك خلاص، ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي السلاح اللي جنبك ده. ياه ليه يا شبخ؟ ما الحاج قال لك اللي احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. يخص بتسرق مكان اكل عيشك،
دي الشغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه غلطه والبني ادم غلط. طب تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جيت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يا انت هتشحت. في حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، كل اللي في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك. الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا انك كنت جاي تسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايز نعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده، وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله، واحنا هنعرق نمشي وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام، هتطلعوا فوق يعني هتطلعوا فوق. خلاص. سيبوه. سيبوهم ازاي يعني؟ شباب لسه في مقتبل العمر، اديهم فرصة تانية. تشانس. احنا جايين نربي أجيال. تعال عايزك ثواني. ده أنا؟ تعال عايزك. صالح هما بيقولوا إيه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. إيه ده حبيبي شكلها كده، اسكت اسكت. نعم يا سيدي. إيه؟ هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعة على أكل عيشها. سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافة، وإحنا كفاية علينا الخزنة. أكل عيشها إيه؟ هما فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه، احنا اتفقنا دخول البنك والسيطره عليه بتاعي. ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لو انا عارف ان مفيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا يا شوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك. حضرتك اقصى عليك يا زمن، ولا وجه اليوم العيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه يا بابا؟ سامع يا بابا؟ يا ريت صوتي على شويه. اسف يا بابا بس برضه ما مفيش. بس خلص الكلام. هي كلمه انا قلتها، هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا اخي عشان ربنا يبارك لنا احنا كمان. جايين كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش، انا اقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله. هو ابن حضرتك؟ ايوه ابني، جاي على اربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي قوي. اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه، مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبعدنا. اسمع عاد انت وهو، انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه. اي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم، الكلام ده لا مؤاخذه لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاوروا وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهيه الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات. لا ده احنا من هنا ورايح، وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم، واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول الفلوس بتاعه البنك ده هتتوزع علينا 50-50، يعني نسبه 70-30، واي كلمه زياده مش هتخلص مش ياكل. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة، وانا هطلع أأمن الرهاين اللي فوق معايا يا أكسر. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك في مكانه. يا جماعة أنا غريب، في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك؟ ما دي برضه نبهولنا عليها جامد، قالوا يتحرك من مكانه هنزعله هنزعله قوي. برضه مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس. ما دي برضه قالونا عليها، بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه؟ انا كده ماليش دور، استاذنكم انا؟ لو سمحت. ايوه. انا عندي مشكله تاني. اصل انا عيانه وباخد دواء، ولو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف في ايدك يا صالح. شفت ادي اخر فتحت صدرك يا شبع. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجلي على الارض. اشرح لنا بقى فوائد البرشام
يقول الفرتين انت واخدهم دول ما كانش درجه اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي؟ علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا وكفايه جدا اللي حصل. نمشي فين يا خنت وهو؟ يلا يلا عشان شريك الصرافه نقلب عيشنا. احنا ميه تخلي الزير. يلا ماشي. قلت له بكل خزنه وليها ميتها. في خزنه تحتاج غباوه، وفي خزنه تحتاج حنيه، وفي خزنه